يعني زي ما حضراتكم شفتوا كده عم احمد خلى الاسد يعمل الصوت بتاعه ده، هو متعود عليك عم احمد كده، عارف ان انت كده بتلعبه ولا هو فاهم كده؟ فاهم ان ده لعب. انت مربي الاسد ده عم احمد وعدى قد ايه مثلا، او انت متعود عليه من امك؟ كان مولود اسمه ايه ده عم احمد؟ سعد. زي ما حضرتك كده الاسد سعد هو بيصدر صوت الزئير بتاعه، كل الاطفال بتجيله وصور حديقه الحيوان زي ما حضرتك شايفين كده، كله واقف عشان يصوره ويتفرج عليه. ده الاسد سعد زي ما حضراتكم شايفين، كل الزوار حديقة الحيوانات بيجوا عشان يتفرجوا عليه وهو بيعمل الصوت بتاعه، والحارس الخاص عم احمد اللي مدربه على الحركات دي. يعني الحديقة فيها عدد كبير جدا من الزوار النهارده في خلال اجازات عيد الفطر، كل جاي وبتصور وبياخد سيلفي وبياخد صور وفيديوهات مع الاسود. Thank you.
مريحين كده. عم احمد بيبقوا خلاص كالوا مثلا فبياخدوا شويه راحه يعني. يحب يريح بالنهار. هو اصلا الاسود بتحب تصطاد فريستها بالليل، يبقى عندها رؤيه كويسه بالليل، فهو النشاط بتاعه بيبقى بالليل اكتر من الصبح. اه نشاط حاله النشاط بتاعت الاسد بتبقى بالليل. هو كده بقى بيعمل ايه؟ بيبدا يعمل حمام. كده يعمل حمام، ماشي هنسيبه بقى يعمل حمام. يعني زي ما حضرتك شفته كده وتابعته اسد ساعة. كل الاطفال بتتصور، حاول تصور فيديو كده خلال زيارتها لحديقة الحيوانات. انا هنكمل لكم الجولة بتاعتنا مع الاسود. ده بقى الاسد حسين فهمي، اجمل اسد موجود في حديقة الحيوان. اسد لونه غير بقيه الاسود اللي زيه، ده لونه ابيض زي ما حضرتك شايفين وشعره لونه ابيض برضو. ده الاسد ده اسمه حسين فهمي. احنا في حديقه الحيوانات في الجيزه. يعني زي ما الحارس عم احمد قال لنا كده ان الاسود بتبقى في حاله راحه فتره النهار وبعد حصولها على الوجبات الخاصه بيها، وبالليل بتنشط عندها، بيبقى عندهم في حاله نشاط. حتى لما بيحبوا يصطادوا اللي هو الاسود في البريه بيصطادوا بالليل اكتر من النهار. كله جاي وبيتصور مع الأسود، من ضمن الحيوانات اللي كل الناس تحب تيجي تشوفها وتتفرج عليها. وادي عم احمد اهو برضو يخلي الاسد سعد. يا ابني نشكرك يا عم احمد تعبناك معانا. لو حضراتكم شايفين كده كله بيجي عند بيت الاسود وبيحب يجي ويتصور، والاطفال تبقى مبسوطه جدا وهي بتتفرج عليه. نشكركم كل متابعي اليوم السابع. كان معكم محمد العاصي من داخل حديقة الحيوانات بالجيزة.